Hello guys, I hope you're doing good. إن شاء الله فيديو اليوم أكتر فيديو أنتوا بتحبوا ودايما دايما تطلبوا مني سواء على الإنستغرام أو على اليوتيوب. نفس ما شفتوا في العنوان راح أسوي لكم تغطية عن مشترياتي من موقع شيئاً، تغطية صغيرة يعني مش مشتريات كبيرة، بس حبيت إني أوريكم الأشياء اللي خدتها من الموقع خصوصا في فصل الصيف، دريسز حلوين وكيوت. بس حابة أنوه before we start إن الفيديو مش تعاون ولا collaboration ولا أي شيء. هذه طلبية أنا دائما بسويها كل سنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء، أحب إني أطلب من عندهم أشياء حلوة وبتكون رخيصة والكواليتي يعني على حسب، مرة تطلع واو مرة تطلع مش ذاك الزود. إذا كنتم مهتمين وحابين تكملوا معي الفيديو just keep watching. راح تشوفوني لابسة دريس من شيئين أبيض، حبيت إني أبلش فيه الفيديو مدام التيم أخضر على أبيض. فأكتر دريس شدني من موقع شيئين هو هذا الدريس الأبيض. كنتم ملاحظين من الأشياء اللي دارجة على الموضة الدريسز اللي على نفس هذا الشكل، اللي تكون شوي مخصرة من فوق ومفتوحة على تحت، وفتحة اللي هنا تكون شوي شكل في، لا تكون على هذا الشكل، بيعطي للجسم يعني ما أدري بس بيعطي حركة كتير حلوة للجسم، بيخلي لبسك دايما يكون فخم. دايما بنات إذا أنتوا من النوع اللي بيحب يلبس هالنوع من الدريس فحاولوا انه لا تكتروا من الاكسسوارز وشعركم يكون عليه حركة، لا خليكم ناعمين، خليكي لابسة بس الدريس وضيفي عليه اشياء ولمسات بسيطة راح يعطيكي طلة فخمة ويعني راح تشوفي شكلك غير. انا شخصيا اذا كنت راح البس هالفستان وطالعة فيه برا ما راح اخلي شعري نفس ما هو عليه الحين، لا راح احب اني شوي اخليه شوي يعني اسوي فيه حركه بحيث انه يبين هالحركه اللي في الفستان وابرز جماليه الفستان اكثر. فانتوا لا تشوفوا المنظر اللي انا عليه الحين لانه هذه ابدا مش تنسيقاتي ولا راح تكون التنسيقات اللي راح انصحكم فيها، هذه بس حوريكم الاشياء والقطع اللي انا طلبتها، الكواليتي والجودة هل راح انصحكم تاخذونها او لا، وانتوا براحتكم كيفكم. طبعا بنات في مثل يقول ان لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، يعني ممكن تمري على هالفيديو ما يعجبك ذوقي فهذا الشيء عادي جدا، وممكن بالعكس يعني اكون عطيتك فكرة وراح تروحي وتاخذي نفس القطع اللي انا اخذتها. لان انا اشوف في الكومنتات في ناس يعني بتكتب اشياء ما لها داعي، مثلا وع شنو هذا مو حلو، لا عادي اذا ما عجبك ذوقي مري على هالفيديو مرور الكرام. المهم نفس ما بتشوفوا بنات الفستان ماسك من جهة الايد ومن جهة الخصر، يعني اذا كنتي من النوع اللي رابي اقول دبة بس اذا كنتي شوي مليانة انتبهي على مقاس الفستان، يعني لازم تروحي وتشوفي المقاسات اللي هم حاطين وتقيسي جسمك عشان يجيك الفستان ضابط صح. اما اذا كنتي نفس جسمي انا البس سمول دائما، سمول او اكس سمول وفي الغالب سمول، فالفستان طلبته في مقاس سمول، بشوف مقاسي راح اشيك واحط لكم على الديسكريبشن بوكس كل الروابط عشان بس تضغطوا على الرابط ويفتح لكم على طول على الفستان اللي انتم حابين تطلبوا نفسه. انتبهوا لانه احيانا في فساتين تكون متوفره عندنا في الموقع الناس اللي ساكنين في الخليج، وممكن تكون مو متوفرة للناس اللي ساكنين في المغرب العربي أو في أوروبا أو في أمريكا، فهالشي عادي. يعني إذا دخلتوا للروابط اللي راح أحط لكم في الديسكريبشن بوكس وما حصلتوا الفستان متوفر فهالشي عادي، لأنه أنا في الأول كنت مو منتبهة لهالنقطة، كنت أقول إن نفس الأشياء اللي في شيئين في جميع بلدان العالم، بس طلع لا إن يطلعون كوليكشن خاص في ناس الخليج، لأن أنتوا عارفين نفس زارا والمحلات الثانية مش نفس القطعة بتنزل في جميع الستورز اللي في العالم كامل، لا بيشوفوا الناس شنو في مثلا في الخليج الناس شنو المود ستايل تبعها، شنو الأشياء اللي بيحبوا يلبسوها، فبيوفروا هالأشياء أكثر في هالمنطقة. وكذلك في المغرب بيشوفوا الناس شنو الأشياء اللي تحب واللي تلبس دائما، هم بعد يوفرون نفس القطع على
هالبلدان، فانتبهوا من هالناحية. اوكي، نمر الحين على القطعة الثانية. بالنسبة للفستان الثاني اللي انا كنت حريصة يكون عندي في خزانتي وكان شكله كتير حلو كيوت في الويب سايت، هذا الفستان يا بنات ما تتخيلوا، يعني راح اقول لكم الكواليتي حلوة ومش حلو ومش مو حلو، يعني نفس ما بنقول بالفرنسي باسابل. شكله حلو، اذا كنتي من النوع الدويق اللي اي شيء تلبسينه يطلع عليك حلو فاخذيه، اذا كنتي من النوع اللي تلبسي الشغلة وبهدليها اكثر لا تختاري ابدا الفستان. نفس ما قلت لكم حبيت انه يكون في خزانتي لان احب هالنوعية من الفساتين في الصيف، تحسي نفسك فريش، وكمان الوانه حلوة، يعني عليه برتقال وما ادري اصفر على برتقالي على اخضر، حبيت الالوان الممزوجة على الفستان، وعليه حركة من الايد ماسكة الايد من تحت. والفستان نفس ما بتشوفوا في الفيديو مش طويل ومش الفستان اللي قصير، بس لازم تتأكدوا انكم لابسين شيء من تحت او على الاقل تلبسوا انتوا رايحين بحر تحت مايوت، ما راح تطلعوا فيه في دوام او راح تطلعوا فيه في مول او راح تطلعوا فيه في مكان اللي راح تتفشلوا من الفستان، لان ممكن وانتي ماشية ينفتح من 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 جهة الركبة. وقولوا لي في الكومنت هل عجبكم الفستان ما عجبكم، كمان اعطوني رايكم شنو حابين عليه اكثر، شنو الفساتين اللي انتم ذوقكم نفس ذوقي. الفستان الثاني هذا اللي نفس ما انتم شايفين ابدا ما حبيته، حتى لونه ما عجبني، انا اللي شفت في الويب سايت غير اللي صراحه عن اللي وصلني، انتم شوفوا قولوا لي رايكم. اللي في الويب سايت يبين كانه ساتان حرير ناعم، بس اللي وصلني نوعيه جدا عاديه، وانا مش من النوع اللي يلبس هالستايل من الفساتين ابدا، اللي بيكبر في العمر وحتى ابدا ابدا مش ستايلي، بس يمكن الاذواق تختلف فانتم ممكن تحبوه، انا هالالوان ما بتناسبني وما بحب اني البسها كثير وما بحبها تكون عندي في خزانتي، يعني ممكن نفس هالفستان في شوي اصفر على اخضر على ابيض اوكي، بس انه يكون كله نفس اللون ابدا ذوقي للاسف. هذا فستان راح اعطيه 3/10 او 4/10 لانه ابدا ما حبيته. نو اتس نوت ماي ستان. القطعه الرابعه اللي حابه اني اوريكم اياها هذا الفستان، شوفوا كتير كيوت، الوانه حلوه صيفيه حق تان صيف بحر سويمينج بول، حبيت يعني من اول ما شفته في الويب سايت وقعت في غرامه نفس ما بيقولوا، وحبيت اني اخذه ويكون عندي في الخزانه، بس حابه انوه ان هالنوعيه من الفساتين توبها شوي، يعني مش الكواليتي اللي نفس ما قلت قبل، انه مش الكواليتي اللي واو، يعني كواليتي عاديه جدا، ومن الخصر مشدود وعليه ربطة من الجنب، ومن تحت كمان مفتوح من جهة الركبة، فإذا كنتم من النوع اللي ما بيطلع يعني ما بتحبوا تطلعوا جوكم فما أنصحكم بهالفستان لأنه كتير مفتوح من على جنب. ماي بيبي، القطعة الخامسة أتوقع هذا الفستان اللي انا ما ادري يا جماعه شو فيني على الليمون والحامض وهالحركات، بس حلو مو حلو يعني، وانا اشوف ان القطعه حلوه عليها نفس الحركه الفستان اللي وريتكم، نفس الحركه انه مشدود من جهه الايد ومخصر من جهه البطن، وعليه حزام، لا هذا ما عليه حزام بس عليه هني تفتحون عشان تلبسون الفستان بسهوله، وطويل من تحت يعني طويل يعني مش قصير ابدا، لا فستان طويل. في فستان بنات سووا لي كنسل على الطلبيه، فقمت ادور على الفساتين اللي انا كنت طالبتها، لانه نفس ما قلت لكم انا اخذ وقتي مع شيء يعني اسبوع 10 ايام ما عندي مشكله، فكنت حافظه الفساتين اللي انا كنت ابيهم، وهالفستان بالضبط يعني كنت حاطاه في الوش ليست من زمان، انتوا عارفين اذا حطيتوا فستان على الوش ليست ومر عليه مده يا بيصير سولد اوت يا شيء ما بتصنع نفس هالنوعيه من الفساتين،
فيوم سوولي كنسل كنسلولي الطلبية وما حصلت فستان، قلت خلاص ما رح أطلب هالأوردر إذا ما كان هالفستان بالضبط. بس الحمد لله حصلته في الموقع. أكتب في السيرش black dresses flowery dresses عشان بس أحصل هالفستان، والحمد لله ما خاب ظني أبدا، يعني من الأفساتين اللي أنا حبيتها وتطلع كتير حلوة في الجسم وشكلها كتير حلو، رغم أن في بنات ما حبوا في الإنستغرام لبست وصورت فيه وقالوا لي يعني سوري بس يا ما لا أنا حبيته. في عيب واحد أن الثوب من الأثواب اللي أنتوا إذا كنتوا لابسينه راح تحسوا بحرارة، فين راح تفهموا أنا شنو أقصد. بس غير هالنقطة أنا مرتاحة من الفستان، حتى قمت بس هو اللي ألبس إذا كنت رايحة الجمعية ولا كنت بس رايحة مشوار خفيف، أفضل إني ألبس هالفستان. راحة هالفستان مع هالأبيض من الأشياء اللي حبيتها في الطلبية، وأبداً ما ندمت إني اخترتهم نهائياً. القطعة البيك فلوب اللي أنا صدمت فيها كانت تبين تجنن على الويب سايت، طلعت تفشل. كان لونه على الويب سايت حلو ويبين فيه الدانتيل حلو وحركته حلوة، بس انصدمت من نوعية التوب ولا نوعية الفستان. شوفوا هذا مش ستايلي، نفس الفستان اللي وريتكم الأصفر مش ستايلي، هذا الستايل اللي قالت لي أختي أنتي ستايلك ستايل خدمت لي في سالي والرسوم المتحركة، هذا الستايل هم الصراحة. ما حبيته لا توب ولا شكل ولا تم، ما أبي أشرح لكم عنه أكثر لأنه أبدا ما حبيته. بنات على فكرة هالقطعة ما كان ولا أحد معلق عليها، بس قلت لا يمكن توم حاطينها في الويب سايت حرام، يمكن ما حد اشتراها، بس لا طلعت فعلا تفشل. يعني لا تاخذوها، شوفوا كيف مبهدلة، شوفوا كيف مبهدلة، يعني شنو هذا شنو هذا شنو هذا. أي نعم طويلة ألوانها حلوة، بس أبدا أبدا يعني 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 no it's not my style at all. لا تاخذوه ولا تفكروا تاخذوه. قطعة ما قبل الأخيرة من الفساتين اللي راح أوريكم إياها، هذا الفستان البني الشيك الحلو الناعم كيوت، أنا متأكدة أني راح ألبسه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. الأشياء اللي تميز هذا الفستان غير أنه بارد وثوب وصيفي ما بيتكرمش، نفس ما بنقول إحنا بالمغربي ما تيتكمش، أول ما تصفطوه عدل خلاص أنتوا طالعين كونوا متأكدين أنه ما راح يصير فيه أي شيء مو نفس هذا. هذا لازم تكونوا حريصين تلابسينه قاعدة في اللبس وحريصين في كل شيء، لأنه بسرعة تتكمش. أدي ما لقيتش لكم ليها الحل. شنو هي كتكمش؟ يتجعد. نوعية من الأثواب اللي نفسها الفستان بسرعة يتجعد، لازم تقول أوتي. بس هالفستان لا، أول ما تكوه عدل خلاص ما راح يتجعد وياكم. فهمتوا؟ ما فهمتوش؟ ليش؟ الفستان الأخير وأخيراً اللي شفته عند فرح الهادي وكان طالع يجنن عليها، حتى الحركة كيف هي لابسة الفستان عجبتني وحمستني اني اخده. فعلا طلعت كتير حلوة، توبها مش كتير واو يعني عادي جدا. الحركة راح اقول لكم مو حلوة انه مربع من هاي الناحية وبيطلع الصدر، بس اذا كنتوا من النوع اللي عادي فإتس اوكي، واذا كنتوا من النوع اللي ما بتحبوا تبرزوا هالمنطقة فهالفستان لازم تكونوا متأكدين انكم راح تلبسوا شيء تحت منه. والسايز دائما انا اختار سمول. حاليا خلصنا من الفساتين، راح اوريكم البجايم اللي انا اخترتها. من الاشياء اللي انا ام اوبسس وذت البيجامه هذه، يعني دائما انا احرص اذا بختار بيجامه من شي ام انه يكون نوعيتها قطن، لان القطن اريح شيء في النوم وحتى اريح شيء في البيت، وبتكوني متاكده انه راح يناسب جسمك. وانا اشوفه من الاشياء اللي يو ماست هاف، خصوصا اذا كنتي ساكنه لوحدك او كنتي متزوجه او كنتي حابه تدلعي نفسك وبتحبي هالنوعيه من البيجامه. هذه البيجامه كثير حلوه، اختاروا مقاس نفس مقاسكم لأنه هي شوي تجي ضيقة من الخصر لكن من تحت وسيعة. حابين تطلبوا
طلبوا هالبيجامة ودعوا للبيجامة الثانية اللي أنا خذيتها، لونها بيبي بينك وشوي هي مبهدلة من فوق، بس هذا ستايلها. تخمين ممكن إذا لبستوها وأنتوا نايمين شوي سايزها أكبر من فوق، فممكن إنها تتحرك معاكم في النوم. بس السوال على العموم أنا عجبني، والبيجامة بالكامل عجبتني. هذه صراحة أكثر بيجامة أنا حبيتها، يعني لا من ناحية اللون ولا من ناحية ستايل ولا من ناحية حركات اللي ضايفين عليها، كتير حلوة، لونها حلو نفس ما قلت لكم، مريحة، باردة، ناعمة في البيت. عيبها أنها شوي شفافة، لكن على العموم أنتوا عارفين البجايم ما بيهم تكون شفافة ولا مو شفافة، ما حد راح يشوفك وأنتي لابسة البيجامة. آخر بيجامة بنات راح أوريكم إياها هي هذه، صراحة مش كتير واو وحلوة يعني بين وبين، لأنه الصراحة انصدمت من نوعية التوب، جاي كأنه مبهدل رخيص، جودته مش حلوة، وحتى اللون من الألوان اللي كانت تبين في الويب سايت حلوة، بس طلع في الحقيقة مش كتير حلو. بنطلونها حلو وجاي من تحت يضيق، لكنها شفافة تبين، يعني أي شيء كنتوا لابسين تحت السروال راح يبين مع هالبيجامة. كتنقيط راح أعطيها 5/10. أعطيتكم كل القطع، باقي بس قطعة واحدة كثير حلوة، وستايلها أنتوا عارفين، يعني مش عارفة أوريكم ولا ما أوريكم. أوريكم هذا الشوز يا بنات، شكله كتير حلو طالع، يعني أنتوا عارفين هالستايل، ستايل بوتيغا، وستيل بوتيغا، يعني كل الأيتمز عندهم مش رخيصة، يعني بمبلغ وقدره، وشي ان حاولوا انه يسووا نفس الديزاين، صراحة نجحوا، لانه انا اشوف ان عندهم نفس الديزاين. عندي تعقيب وحيد، انا ما بحب البس كعوب عالية، يعني دايما الكعب احبه يكون شوي قصير، وهذا كنت اظن انه شوي راح يطلع قصير، بس طلع لا، طلع من كعب كعب، يعني لازم تكوني حريفة في لبس الكعوب عشان تلبسي هذا. بس على العموم انا كتير عجبني، ولونه نيود، انا احب اموت على النيود. فيكم تلبسوه مع الجينز، مع الدريسز، مع اي شيء راح يطلع فخم. نفس ما قلت لكم الروابط راح اخليها لكم في الديسكريبشن بوكس، ادخلوا على الرابط وراح تطلع لكم القطعة مباشرة. انا من النوع اللي ما البس كعوب ابدا، لكن البسه في طلعة طلعتين، يعني مو دايما، لانه شوي مش مريح بالنسبة لي، لكن ممكن بالنسبة لك راح يكون مريح، لكن انا لو تجيبي لي اريح كعب في العالم ما ارتاح اكثر شيء على شوزات رياضية، لكن اذا كنتي من البنات اللي يحبوا يلبسوا الكعب فجوهد، اختاري هذا وانتي مغمضة. ساعات لما بتشوفوا في الويب سايت بيكون عندكم شوي تردد، لا اخذ هذه، لا يمكن تطلع مو حلوه، يمكن تطلع خايسه، يمكن شكلها ما راح يطلع عليه حلو، بس ساعات لا، سبحان الله، اول ما تشوفوا قطعه هذه ابيها، يعني خلاص من دون نقاش، وهذه من الاشياء اللي انا كنت ابيها وفعلا طلعت كتير كيوت وتجنن. هذه بنات من القطع اللي فلوسها حلال فيها، لانه راح تستغلوها في كل طلعه، يعني في الدوام، في الجامعه، في طلعات العاديه اخذوها، بالعكس راح تستفيدوا منها في اللبس كتير. وهذا جايز شكل الغرفة بعد كل فيديو أنا أحطه على قناتي لشي إن. للأسف أنتم من محبين هالنوع من الفيديوهات، وأنا من كارهين هالنوع من الفيديوهات، لأنه بيعفس لي البيت وبيخليني يعني تقريبا يومين وأنا أرتب، يعني حاليا عندي ساعة 10، فمستحيل أرتب ولا قطعة، راح أروح أنام لأن عندي شغل، وإن شاء الله بكرة يصير خير. واخيرا خلصت الفيديو، خلصت لكم كل القطع، اتمنى ان شاء الله انكم حبيتوها، راح احط لكم كل 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 الروابط تحت الديسكريبشن بوكس، تاكدوا من الروابط، وحتى اسامي القطع راح احطهم في الديسكريبشن بوكس، وكمان راح احط انستغرام وسناب شات، يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي اذا كنتوا حابين تتعرفوا علي اكثر. لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وعلى الجرس عشان يوصلكم كل الجديد اللي انا ان شاء الله راح احطه على القناه. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، ومع السلامه، باي باي.